اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في برنامج اخر من هيئه امهر الاعلاميه. اليوم سوف نتحدث عن العلاقه الحاليه والمستقبليه بين اثيوبيا والسودان. للحديث في هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا ان نستضيف رئيس المركز السوداني للدبلوماسيه الشعبيه السيد صديق الشامي. اهلا وسهلا بك سيد صديق. بارك الله فيك، وسعيد جدا باني اكون يعني ضيف، ان شاء الله اكون يعني خفيف الظله على امهر ميديا. كما هو معروف، رئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور ابي احمد استقبل البرهان في بحر دار في منتدى طعن العاشر. كيف تقيم تطورات العلاقات الاثيوبيه السودانيه عقب زياره البرهان لاثيوبيا ولقائه برئيس الوزراء الاثيوبي؟ واشوف دار اقول لك يعني ما يجمع بين اثيوبيا والسودان اكثر مما يفرق. واثيوبيا تعتبر ظهير للسودان والسودان ظهير لاثيوبيا. وكنا متمنيين بانه الزياره بتاعت برهان أو الزيارة بتاع دبي أحمد للسودان تكون قبل سنة أو سنتين قبل ما تتفاقم المشاكل اللي نحن شايفينها. فهي بالتأكيد طبعا يعني زيارة أعادت المياه إلى مجاريها، ونتمنى بأنه يكون لها ما بعدها من تحسين علاقات سياسية، فتح مجالات اقتصادية، تضامن اجتماعي ما بين الشعب الاثيوبي والشعب السوداني وخاصة الإقليم بتاع أمهرة، حل المشاكل الموجودة على الحدود إن كان على منطقة الفشقة ولا سد النهضة. فهي بالتأكيد طبعا يعني زيارة دفعت العلاقات إلى الأمام وأزالت الحاجز النفسي الموجود ما بين القيادة السودانية والقيادة الاثيوبية. والأمل بأنه يعني الزيارات دي تكون زيارات راتبة، يعني البرهان جاء إثيوبيا، نتمنى بأنه برضو أبي كذلك يمشي السودان، لأنه الزيارات دائما لما تكون على رأس الدولة بتفتح آفاق بتاع التعامل وبتاع التعاون واضع جدا، وبيزيل القبن إذا كان في موجود بين الفعاليات الشعبية أو الفعاليات الجماهيرية. فهي زيارة طبعا بكل المقاييس ناجحة يعني. جميل جدا. ماذا عن المستوى التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؟ هل هي بمستوى طموح الشعبين الشقيقين؟ شوف يعني الاقتصاد الاثيوبي والاقتصاد السوداني يمكن يكون متقارب في هبوطه وفي صعوده. الشعب الاثيوبي عنده رؤية اقتصادية، والرؤية الاقتصادية دي يمكن 90% منها نجحت، وكذلك الشعب السوداني او الحكومه السودانيه عندها رؤيه اقتصاديه لكن يمكن لحد الان ما اخذت المسار الصحيح. اثيوبيا بتعتبر يعني رافعه اقتصاديه للسودان، والسودان بيعتبر كذلك ارضيه اقتصاديه لاثيوبيا. ف يعني التعاون الاقتصادي ما بين الشعبين ما قدر الطموح. راس المال السوداني واسع وراس المال الاثيوبي واسع، المفترض بأنه تكون في شراكات اقتصادية ما بين السودان وما بين إثيوبيا على مستوى القمة وعلى مستوى القاعدة اللي على مستوى الجماهير. وقضايا كثيرة جدا ما فعلت، اللي هي تجارة الحدود ما فعلت، التجارة التفضيلية ما فعلت. فنحن عشان نصل لمستوى اقتصادي يدرب الفائدة على الشعبين وخاصة على الشعوب الساكنة في الخط الحدودي ما بين إثيوبيا وما بين السودان وما بين السودان وما بين إثيوبيا، لا بد إنه يكون في دفع اقتصادي أعلى وفي تعاون اقتصادي أعلى. ونتمنى بإنه تكون في شراكات اقتصادية، دي ما دار إنها تكون شراكات فوقية ما بين المؤسسات، وإنما شراكات مجتمعية بإنه المجتمع يعني يتشارك في اقتصاده ويتشارك في معاشه. فنتمنى بإنه السودان يتبنى أربع أشياء وإثيوبيا تتمنى أربع أشياء، اللي هي على الأقل يفتحوا لنا نحن يعني معلش نقول كشعب وكاقتصاديين بأنه تكون في حرية بتاعت عمل، حرية بتاعت إقامة، حرية بتاعت مشاركة، حرية بتاعت دخول لإثيوبيا بدون عوائق وللسودان بدون عوائق. ليه؟ لأنه الشراكات الاقتصادية هي اللي بتمتن الخطوط الاقتصادية بتاعت البلد وبتمتن الخط السياسي بتاع البلد ويزيل المشاكل اللي بتطرح على العلاقات ما بين السودان وما بين إثيوبيا. ليه؟ لأنه الاقتصاد هو يمكن يكون العنصر الأساس في سيولة العلاقات وتضامن العلاقات ما بين الشعوب. فنتمنى بأنه يعني الناس دي ترفع لنا الرافعة الاقتصادية لفوق،
عشان على الأقل شعب سيف يستفيد وشعب السودان يستفيد. إن شاء الله. كيف يمكن أن نعزز التعاون المشترك إذا كان سياسيا أو اقتصاديا أو استراتيجيا؟ وأشوف دائما عشان تكون في علاقات سوية لابد أن الدفع الجماهيري والدفع الشعبي يكون هو رأس الرمح في بناء هذه العلاقات. عشان يكون في وضع سياسي وضع اقتصادي متين لابد من حل المشاكل اللي بتطرأ على العلاقات ما بين السودان وما بين إثيوبيا. لأنه دائما المعضلات السياسية والمعضلات الأمنية هي بتعطل الرافعة الاقتصادية. نحن كسودانيين أنا صراحة يعني بحمل الجينتين، يعني الجين السفية والجين والجين السودانية. فالعلاقة بين إثيوبيا وبين السودان هي الشاغل يعني الشاغل الأهم والشاغل الرئيسي بأنه نعمل عشان تكون في علاقات اقتصادية علاقات سياسية متينة، العوارض بتاعت السياسة والعوارض بتاعت الأمن ما تؤثر في العلاقات ما بين الشعبين. نحن عشان نبني علاقة سياسية سوية لابد أنه البيز بتاع الأرضية بتاعتها تكون تضامن اقتصادي، علاقات سياسية، علاقات اقتصادية مفتوحة. فنتمنى بأنه يعني القيادة بتاعت البلدين إذا كانت على مستوى القمة أو القيادات الوسطية تزع في بناء علاقات سياسية متينة. العلاقات السياسية المتينة دي بتنعكس على الاقتصاد، بتنعكس على الاجتماع، بتنعكس على التضامن ومحبة الشعوب والتوأمة بين الشعبين. فده ده يمكن الشيء الأساس المفترض بأنه نحن كشعبيين نكون رأس الرمح في 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 تأكيد العلاقة أو تأكيد ترسيخ العلاقة ما بين الشعب السوري والشعب السوداني. برأيك أنت كسوداني مقيم في إثيوبيا أكثر من 20 عاما، إلى أي مستوى كنت تتوقع أن تكون علاقة إثيوبيا والسودان في كافة المجالات؟ والله أنا كنت أتوقع بأنها تكون يعني زي ما بقول الجماعة هاي ليبل، لكن زي ما قلت لك بأنه أنا أرجع لك إلى شيء بسيط جدا، هي دائما العلاقة بين الشعوب بتكون في 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 يعني في 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 مسارات متداخلة، المسارات المتداخلة دي يمكن تكون عنصر ثالث بيعكر العلاقة ما بين السودان وما بين إثيوبيا. حتى إذا كان عناصر داخلية كذلك بتزعم بأنه تحكير العلاقات ما بين إثيوبيا والسودان. أنا عايش في إثيوبيا يعني أكثر من 20 عام، وإثيوبيا يعني بلد حنينة وبلد مطيافة، فكنت متخيل بأنه الشعب الإثيوبي لما وفعلا ده حقيقة يعني الشعب الإثيوبي في السودان يعني ما بيرى فرق بين إثيوبيا وبين السودان. ليه؟ لأنه اندمج داخل المجتمع السوداني واندمج داخل كل الـ 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 الأسرة السودانية. هنا في السودان صحيح يمكن الكم السوداني الموجود هنا كم بسيط، ليه؟ لأنه العامل بتاع اللانجويج الإثيوبي طبعا دائما يعني بيستوعب بسرعة، يعني عندنا أخوان سيفين هناك في السودان لما يسكنوا سنة سنتين بيتعلم اللغة العربية، لكن هنا السوداني لما يجي بيجوا للسياحة بيجوا للترفيه الكم الموجود هنا عشان يعمل انفستمنت يستثمر ويتجه لمجال التجارة أو المجال بتاع الاستثمار كم ضئيل وكم يعني ما متواجد بصورة مستمرة. فكنت أنا متوقع بأنه على الأقل في إثيوبيا يفتح مدرس معهد 3 4 5 تدرس لغة عربية عشان يكون في حميمية ويكون في تواصل، اللي هي لأنه التواصل ده بيفتح مجالات كثيرة. وكذلك أتمنى بأنه أخواننا الإثيوبيين هناك برضو كذلك يفتحوا معاهد هناك تدرس اللغة، لأنه اللغة هي يمكن تكون الرابط الرئيس ما بين المجتمعات. فالعنصر بتاع اللغة ذاته يمكن يعني أنا ما داعي أقول أثر، لكن من المفترض أن إحنا كشعبين على الأقل ننقل يعني نحاول بقدر الإمكان بأنه لغة إثيوبيا تدرس في السودان واللغة العربية تدرس في إثيوبيا. فكده العلاقة بين إثيوبيا بيتحول من علاقة صفوية فوق إلى علاقة قاعدية، وده الشيء المطلوب طبعا. فصراحة يعني إحنا كسودانيين وعايشين هنا في إثيوبيا العلاقة ما بين إثيوبيا وبين السودان ما قدر الطموح، يعني إحنا كنا يعني نتمنى بأنه تكون في توأمة في كل المؤسسات، يكون في اقتصاد مشترك، تكون في بنوك مشتركة، تكون في شراكات مشتركة. عندك مثلا المنطقة بتاعت الفشل قال فيها النزاع ما عنده معنى أسدة، يعني من المفترض أنه دي تكون البداية بتاع بناء علاقة سياسية متينة ما بين الشعبين بأنها تكون منطقة بتاع استثمار مفتوح، بمعنى أنه الملكية بتاعها طبعا للسودان والمنفعة الحقيقية من المفترض أنها تعود لإثيوبيا. ليه؟ لأن إثيوبيا محتاجة للغذاء والأرض بتاعتها بسيطة، أرض بتاعتها حجار، الكمية بتاعت بشرة ما شاء الله. فعشان كده نحن دايرين
ال 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 الاقتصاد الركيزة بتاعته أو العلاقات الاجتماعية بين الشعبين تكون الركيزة الأساسية بتاعتها اللي هي المنفعة الحقيقية واللي هو الاقتصاد. فأنا أتمنى بأنه من الغيادتين يعني دكتور أبي ومشير برهان بأنه يرفعوا علينا العلاقات من علاقة بتاع الصفوة ويجدوا حالياً علاقة تكون علاقة جماهيرية وعلاقة شعبية. كده بنستطيع بأننا نبني مجتمع متكافل ومجتمع واحد ما بين أثيوبيا وما بين السودان. ممتاز، ما هي رسالتك الأخيرة للشعب الإثيوبي والشعب السوداني؟ الشعب الأثيوبي شعب طيب، شعب مضياف، وشعب يعني الضيافة بتاعته دي امتدى يعني منذ الأجل، منذ الأدل اللي هو من زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشعب الأثيوبي شعبي واعي، شعبي عملي. أثيوبيا أنا عشت فيها يعني من زمن درك، يعني لو أنت سجيت شفت الطفرة المعمارية، يعني بمعنى إنه البنية التحتية بتاعت أثيوبيا هسه يمكن تكون 90% منها اكتملت. وده الواحد بيحيي يعني القيادات الأثيوبية على مدى التاريخ بأنها عين على البلد. أما بالنسبة للسودان، السودان طبعا يعني سودان بلدي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى بأنه ينعم علينا بالاستقرار، وعلى الأقل يعني نمشي بالخطة بتاعت أثيوبيا دي بأننا نضع بنية تحتية حقيقية عشان تتكامل أثيوبيا ويتكامل السودان. وأنا دار أقول لك يعني الشعب الأثيوبي والشعب السوداني إذا وجدت يعني علاقة سوية ما بين الشعبين، أكد لك بأنه حيسد الفجوة الغذائية اللي بيعاني منها العالم، لأنه عندنا الماء وعندنا الطاقة وعندنا الأيدي العاملة وعندنا العقول اللي بتستطيع بأنها تحول يعني المنتج الخام إلى منتج مصنع، ونستطيع بأنه نصدر للعالم ونظل قوة اقتصادية جاذبة ونظل محور في أفريقيا بتجمع الشتات بتاع أفريقيا ونطعم العالم كله. وأتمنى من الشعب الأثيوبي والشعب السوداني العوارض الصغيرة اللي بتجي ما بين الشعبين إذا كان على الحدود ولا على سد النهضة بأنه الناس تتجاوزها. ليه؟ لأنه نحن كشعب والله يعني نتمنى بأنه الشعب السوداني والشعب الأثيوبي الناشوناليتي تكون بتاعتهم واحدة، يعني نسمي أثيوبيا السودان نسمى إيسي السودان. و التهنئة لأخونا البرهان والتهنئة لأخونا دكتور أبي بلقاهم الحميمي ولقاهم الأسعدنا شديد، ونتمنى بأنه اللقاء دي تتواصل. ده واحد. والشيء الأهم كمان اللي دار أقول بأنه نحن كشعبيين يعني كدبلوماسية شعبية إذا كان على مستوى سيبيا أو على مستوى السودان، يعني ما نرقن بأنه العلاقة لما تكون كويسة نحن نشتغل، لما تكون كعبة نحن نجيف. أتمنى بأنه يعني أخواننا في الدبلوماسية الشعبية يضعوا إيدهم في إيدنا، ونحن نكون الأساس المتين لبناء علاقة سياسية اجتماعية اقتصادية متينة تنهض بالشعبين. شكرا جزيلا لك سيد صديق، نشكرك جدا لتواجدك معنا اليوم ونورت استوديو أميكو. بارك الله، أنار الله أيامك وأنار الله أيام أثيوبيا والسودان. إلى هنا ينتهي برنامجنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي في برنامج آخر. كانت معكم نظرية كندش، في أمان الله.